جايز كيفكم؟ اليوم الفيديو راح يكون كتير حلو واللي هو خلطات المشتركين زي ما وعدتكم. فشكرا كتير على اللي كتبوا لي خلطات للمشتركين، فأنا اخترت أكمل واحدة منهم. راح أعمل كتير يعني جزء أول وثاني وثالث وكتير يعني، فأسفة لإني ما اخترت كتير منهم، اخترت أكمل واحدة. فإن شاء الله راح أعمل بالأجزاء الثانية، راح أختار من اللي كتبوا لي إياها. بلش هذا الفيديو، لا تنسوا توصلوا اكبر عدد من اللايكات، واذا بتقدروا توصلوا 200 لايك، ولا تنسوا كمان تضيفوني على السوشيال ميديا واللي هم سناب شات انستغرام وميوزيكلي، هم تحت بالديسكريبشن بوكس. وكمان عشان اعمل لايفات على ميوزيكلي وزي هيك روحوا ضيفوني، ولا تنسوا هاشتاج محمد التوصيل ليان تي في لل10000 مشترك. فكتير كتير قربنا احنا لل10000 مشترك، فكتير متحمسه انه نوصل لهم. فبدي اياكم تنشروا قناتي او هذا الفيديو او كل الفيديوهات عشان نوصل 10000 مشترك. خلوا قرايبكم وصحباتكم كلهم يعملوا الاشتراك بالقناه، ويلا نبلش بالفيديو. هي من سيدرا تي في، بتحكي جيبي لبن او زبادي ودوريتوس تشيز. فهلا رح افتح الدوريتوس واجربه مع اللبن. واحد اثنين ثلاث، على فكرة زي كأنكم حاطين مي مع دوريتوس عادي، يعني ما فيش طعم لبن. بقيم هاي الوصفة 7.5 يعني مش كتير زاكية. فشكرا كتير كتير سيدرا عشان اعطيتيني هاي الوصفة، وهلأ يلا نبلش بالشي التاني. التانية من ألارا ألارا، طبعا هي بتكون عبارة عن بطيخ وملح. طبعا أنا ما بحب البطيخ، ما بطيئه أبدا، فكيف مع ملح يعني أبصر كيف بيكون. فهلأ بدي أدوقه. عشرة مش زاكي ابدا ابدا ابدا، حلو مع مالح. يعني الوصفة اللي بعدها من زينب العلي بتقول بتحتاجوا لايس كريم وكولا زي ما او بيبسي، يا رب بس تكون انها زاكية. فهلا بدي ادير بسم الله بكفي صح. طلعوا كيف صارت، بسم الله يا ربي بوزع معك ولا تكون زاكية. كتير زاكية، كتير كتير زاكية والله زاكية. بعطيها 8 أو 9 من 10 يعني بقيمها انها تكون زاكية، يعني هي كتير زاكية بس انا بقيمها 9 من 10. فهلا انا راح ادير شوية نوتيلا منها. وهيك طبعا بيصير شكله زي الاندومي اللي بيكون الحار اللي انا بدي هداك. المهم خلينا ناكل شكله.
أول إشي بيعطي طعم الأندومي دغري هيك على ثانية، بعدين خلاص بصير كله طعم نوتيلا يعني زي كأنكم بتاكلوا نوتيلا. فبعطيها 6 يعني من 10، إنها مو كتير زاكية زي ما حكيت لكم. فهلا بس هذول هم الأشياء. بيكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، إذا بتحبوا هيك نوعيات إن شاء الله رح يصير أعملكم، وكمان في جزء تاني ولا تنسوا توصلوا ل 200 لايك زي ما حكيت لكم بأول فيديو عشان أعملكم جزء تاني. أول ما توصلوا 200 لايك خلال أسبوعين رح أعملكم جزء تاني. وكمان لا تنسوا تضيفوني على السوشيال ميديا واللي هم سناب شات وانستغرام وميوزيكلي تحت الديسكربشن بوكس، كمان تضيفوني على ميوزيكلي عشان اعمل لايف وتصيروا يعني تحضروني وندردش مع بعض. لا تنسوا هاشتاج حملة التوصيل ليان تي في لل 10,000 مشترك. هاي هون وبس، بحبكم كتير، باي.